منذ قليل شيعت من المسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر جنازة الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة الراحل صلاح عيسى بعد ما وفاته المنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض، حيث توافد العشرات من أهالي وأصدقاء الراحل وعدد من الصحفيين للمشاركة في صلاة الجنازة التي شيعت بعد صلاة الظهر من المسجد الحصري ليدفن الراحل بمدافن العائلة في طريق الواحات البحرية. وصلاح عيسى هو يعني صحفي ومؤرخ يساري، ولد في 14 من أكتوبر من عام 39 في بشلة بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وأيضا ألف العديد من الكتب منها كتاب يعني رجال ريا وسكينة ودستور ضد النظام، وكان له أيضا كتابات متعددة ومقالات في صحيفة الجمهورية التي تفرغ للعمل فيها في عام 1972. وأسس صلاح عيسى الراحل الذي نشاهد جنازته حاليا الكثير من الصحف والمجلات، وأصدر أيضا أول كتب أو أول كتاب له بعنوان الثورة العرابية في عام 1979. وحصل الراحل صلاح عيسى على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في عام 1961، وتحدث أيضا في عدد كبير من المقالات عن الدراسات الاجتماعية من خلال رؤيته أو دراساته في كلية الخدمة الاجتماعية، وتحدث عن الرؤية الاجتماعية للريف المصري والتي كان لها دور هام في كتابة قصص قصيرة له. وتنضم إلينا حول هذا الموضوع مراسلتنا سالي سالم. سالي أهلا بك، وكيف تبدو أجواء هذه الجنازة للراحل الكاتب الصحفي صلاح عيسى، وأيضا من كان من أهم الحضور في هذه الجنازة التي شيعت منذ قليل من مسجد الحصري بأكتوبر وأنا أشاهدك أمام هذا المسجد؟ نعم أهلا بك حساني، بالفعل تم تشييع جثمان الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح عيسى بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر من هنا من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ليتم يعني الانتقال بهذا الجثمان إلى مسواه الأخير في مقابر العائلة في طريق الواحات. يعني مشاعر من الحزن تكتسي الوجوه المشيعة لهذا الجثمان وعدد كبير من المشيعين الذين رصدناهم متواجدون في هذه الجنازة، يعني يقدرون بالمئات من كبار الصحفيين والكتاب والمؤرخين والسياسيين وأيضا عدد من المسؤولين. كان لدينا حضور لوزير الثقافة الدكتور حلمي النمنم، أيضا الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أيضا عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وعدد كبير من الصحفيين وأيضا عدد من المواطنين الذين حرصوا على القدوم إلى هنا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير. يعني لو تحدثنا عن يعني الكاتب الصحفي صلاح عيسى، يعني هو توفي عن عمر يناهز 78 عاما بعدما صراعات مع الموت كثيرة، ويعني توفي متأثرا بمرضه بعدما دخل في غيبوبة في الساعات الأخيرة قبل وفاته. يعني عرف عنه أنه كاتبا صحفيا وطنيا شريفا كان دائما الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وكان لديه قلم حر، وأيضا كان دائما الدفاع عن تقاليد مهنته. يعني عرف بالكثير من الدفاعات عن مهنته وعن الصحفيين وعن حرية التعبير. يعني لو تحدثنا عن يعني السيرة الذاتية للراحل صلاح عيسى، فكان قد شارك في تأسيس عدد كبير من الصحف القومية ورئاسة تحرير عدد من الصحف، وكان أيضا عضو في نقابة الصحفيين، له عدد من المؤلفات والكتب سواء في التاريخ أو في القصص القصيرة، وأيضا عدد من المقالات، وكان آخر مقال له عن قانون تنظيم الصحافة الذي هو في أروقة مجلس النواب الآن. يعني أيضا كان في بداية عمله كان كاتبا للقصة القصيرة، ثم انتقل إلى الكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي، ثم تفرغ بعد ذلك للكتابة للمقالات الصحفية. يعني عدد من المقالات وعدد من المؤلفات وعدد من المجلات التي شارك في تأسيسها، منها مجلة الثقافة وأيضا الثقافة الوطنية والأهالي، لدينا عدد من المؤلفات والكتب، منها دفتر في حب الوطن، جنايات في حب في دفتر حب الوطن، ورجال ريا
وسكينة، يعني حكايات في دفتر حب الوطن. يعني لدينا عدد من المؤلفات، يعني على سبيل المثال ما ذكرته لك، يعني مشاعر الحزن، وانتقل الجثمان منذ قليل ليتم دفنه في مقابر العائلة في نعم. طريق الواحات إليك حسن. طب هنا سالي، يعني بعد أن تم دفن جثمان الراحل صلاح عيسى، وكما قلت هناك عدد كبير جدا من الأدباء والصحفيين والكتاب كانوا متواجدين لتشييع الجثمان، ومنهم أيضا وزير الثقافة حلمي النملم، يعني متى سوف يتم إقامة عزاء له لكي يحضره المواطنون أيضا، سواء كان من شخصيات عامة أو مواطنين عاديين؟ هل لديك تفاصيل حول يعني هذا العزاء؟ يعني انتقل الجثمان من هنا بعد أداء صلاة الجنازة ليتم دفنه في المقابر على طريق الواحات التي تبعد بعض الكيلومترات عن مدينة 6 أكتوبر، ثم بعد ذلك يعني سيتم تحديد موعد العزاء الخاص به، لأن هذا الكاتب هو من مواليد محافظة الدقهلية، يعني من المفترض أن يتم إقامة عزاء في هذه المحافظة أو يتم إقامة عزاء في القاهرة، هذا ما سيتم الإعلان عنه بعد دفن الجثمان. أعود إليك حسين. إذن دعيني أشكرك من أمام مسجد الحصري حيث تم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى منذ قليل، مراسلتنا سالي سالم، أشكرك شكرا جزيلا. يعني الكاتب الراحل صلاح سالم يعتبر من الكتاب المهمين. صلاح عيسى له أيضا مشاركات وتأسيس لصحف ومجلات عديدة، الكتاب الثقافة الوطنية الأهالي اليسار القاهرة، وأصدر أول كتبه بعنوان الثورة العربية في عام 79، وأتبعه بعدد من أهم المؤلفات التي خرجت للنور في التاريخ والأدب والفكر السياسي أيضا، منها حكايات من دفتر الوطن، تباريح جريح، رجال ريا وسكينة، جلاد دنشواي، وتم تشييع جثمان الراحل منذ قليل. وإن تبدو يعني تفاصيل العزاء قد تكون هنا في القاهرة، أو قد يكون أيضا في مسقط رأسه في بشلة بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية.